بتعرفوا شو المقرف بالموضوع؟ انه كل الفيديوهات اللي نحن قاعدين عم نشوفها، الاوضاع اللي عم تصير بفلسطين، وقت نبعت هاي الفيديوهات على لاي حدا باوروبا، انستغرام مانعين هذا الموضوع. يعني اللي برا ما عم بيشوفوا اللي نحن عم نشوفه، ونحن صرنا ساعة عم نعمل ريبورت لهذا الفيديو اللي هلا من شوي نزلته، اللي قاعد عم يتمسخر على اهل فلسطين، مو راضي انستغرام يعمل ريبورت. مخي رح ينفجر والله العظيم. اللي عم بيصير no comment. هيك بنكتشف انه الميديا عن جد بتعمل فلتر للاشياء اللي هن بدهم يفرجوها. قديه هن متحكمين بالاخبار لدرجة انه حتى فيديوهات انتو تبعتوها لرفقاتكم باوروبا ما رح توصل. It's crazy. I can't believe what's happening. بما انه ولا فيديو من اللي احنا عم نشوفه عن الاوضاع اللي عم تصير بفلسطين بغزة عم توصل لاوروبا او للناس المشاهير اللي قاعدين عم بينزلوا، ومبين انه هن مو فهمانين القصة مزبوط. فاللي نحنا عملنا انه كتبنا مثل رسالة بتشرح الوضع اللي عم بيصير بفلسطين، نوضح شو عم بيصير، وعم نبعته للمشاهير، للناس اللي نزلت او للناس اللي ما نزلت. فهدول كلهم بتلاقوهم بالشانل عند غيث، مشان يكون اسهل بتفوتوا بتعملوا كوبي. كل ساعة عم نبعت صفحة من صفحات المشاهير وكلنا عم نبعت لهم اياها. هاي هي الشانل، كتبنا الرسالة وحطيناها بالشانل، بتفوتوا بتعملوا كوبي، ونحن اوريدي بعتين اكاونت لحدا من المشاهير، وكل ساعة عم نبعت اكاونت. فاللي عليكم تعملوه ما بياخد منكم كتير وقت، بتعملوا كوبي وبتبعتوها. عم نحاول نعمل اللي علينا بما انه الفيديوهات اصلا ما عم توصل، فيمكن رسالة تقدر انه نقدر نوصلها. فعندهم خاصية المشاهير على الانستغرام انه المسجات بتاخد وقت لتوصل، ففيكن تبعتوا مسج واحدة بس، بعدين انستغرام مضطر يعمل ابروفل، وان شاء الله نقدر نعمل ابروفل. الرسالة ما فيها شيء كلام بذيء، هي عبارة عن هيستوري، نحن كاتبين الوضع شو عم بيصير بفلسطين، كيف صار وليش صار وشو صار، بس مشان ياخذوا فكرة صح.